السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأصدقاء الأعزاء أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. مع ظهور فيروس كورونا ناس كتير قعدت في البيت وناس كتير دخلها قل للأسف طبعا. فيديو النهاردة إن شاء الله عن إزاي نشتغل من البيت وإيه أهم وأشهر المواقع اللي ممكن نشتغل عليها ونحقق منها دخل. طبعا المواقع كتير، لكن بعد بحث دام كام يوم في الموضوع ده اكتشفت إن الموضوع كبير فعلا. ناس كتيرة شغالين من البيت وأرباحهم ما شاء الله، فقلت نشارك الحكاية دي مع بعض. النهاردة هكلمكم إن شاء الله عن أشهر 15 موقع. يلا هات ورقة وقلم وتابع لآخر الفيديو. أول موقع معانا وأشهر موقع هو موقع كلنا عارفينه، هو موقع يوتيوب. موقع اليوتيوب بيسمح للمستخدمين برفع الفيديوهات مجاناً ومشاهدتها عبر البث الحي ومشاركتها والتعليق عليها. والموقع تأسس في فبراير سنة 2005 في كاليفورنيا في أمريكا عن طريق 3 موظفين سابقين من شركة باي بال، وهو حاليا مزود ب2000 موظف. وفي أكتوبر 2006 أعلنت شركة جوجل التوصل لاتفاقية لشراء الموقع مقابل 1.65 مليار دولار. والموقع لا يسمح برفع مقاطع فيديو تحتوي على حقوق نشر محفوظة أو ملفات أفلام تسيء لشخصية معينة أو فيديوهات فاضحة أو موضوعات تشجع على الإجرام، ويسمح الموقع للمستخدمين بالحصول على المال إذا ما حققت قنواتهم 4000 ساعة مشاهدة وحد أدنى 1000 مشترك في القناة. يعني عشان تكسب من اليوتيوب لازم يكون جايب 4000 ساعة مشاهدة الفيديوهات بتاعتك، يعني حوالي 240 ألف دقيقة، ويكون معاك على الأقل 1000 مشترك في القناة تبدأ تكسب من اليوتيوب فلوس. يبقى انت كل الموضوع انت بتعمل فيديوهات وتحطها على اليوتيوب، بس الموضوع طبعا مش سهل، لكن احنا بنتعلم. الموقع التاني يا جماعة اللي هو موقع اسمه أبورك. موقع أبورك تأسس الموقع سنة 2005، كان يعرف سابقا بإيلانس أوديسك، وهو منصة للعمل الحر على الإنترنت يتواصل فيه أصحاب العمل مع العمال المستقلين للتعاون عن بعد. وفي عام 2015 تم تغيير الاسم الى أبورك، ومقر الشركة يقع في كاليفورنيا برضو في امريكا، والموقع عليه 12 مليون عامل حر و5 مليون زبون مسجلين، ويوفر 3 مليون فرصة عمل سنويا بقيمة اجمالية 1 مليار دولار، مما يجعله اكبر شركة في سوق العمل الحر. طب يعني ايه بقى سوق العمل الحر ده؟ احنا نشتغل عليه ايه؟ هندخل بتدخل تسجل عليه بياناتك، طبعا الدخول بيبقى بالايميل زي اليوتيوب برضو، بتدخل بالايميل، لازم يبقى عندك ايميل. دخلنا على الابورك هنسجل نكتب ايه؟ هتبص تلاقي عندك في حاجات كتير، في مثلا تصميم مواقع، تصميم لوجو، تصميم غلاف، فوتوشوب، كل ما يتعلق بالموبايلات، كل ما يتعلق بالسوفت وير بتاع الكمبيوتر، الكتابة لو بتكتب مقال او بتكتب موضوع، الترجمة، الادارة، الهندسة، الالكترونيات، الطباعة، المبيعات والتسويق، التدريس، التصوير، الفيديو اديتنج، والاوديو والفيديو برودكشن. حاجات كتيرة جدا موجودة. وطبعا ده مش هيبقى ده الموقع، يعني هيبقى في مواقع تانية زيه كده. فتاني موقع قلناه هو ايه؟ الابورك. الموقع اللي بعد كده اسمه فري لانسر، وفري لانسر تأسس عام 2009. المقر الرئيسي مش في امريكا بقى المرة دي، في سيدني في استراليا، وهو عبارة عن سوق يمكن اصحاب العمل والعاملين بيمكنهم من العثور على بعضهم البعض. يعني الناس بتدخل زي ابورك كده، بيقول لك في الاول انت عاوز ان انت تشتغل تدور على شغل، ولا انت عندك مشروع عايز حد يعمله لك، فبيحدد لك من الاول يعني انت صاحب عمل ولا عاوز تشتغل، فانت بتختار من الاول. فبيسمح لاصحاب العمل بنشر العمل لايجاد من يمكنه القيام به، ويتقدم العمال المستقلين اللي هو مثلا لو انت عايز تشتغل هناك هيبقى اسمك عامل مستقل، عشان كده اسمه فريلانسر، لانجاز العمل وتحديد مقابل مادي. وياخذ الموقع، طب الموقع كده كسبان ايه؟ الموقع بياخد الرسوم 10% ويمكن تقليصها مع عضويه شهريه مدفوعه الاجر. يعني انت بتشتغل بتختار الحاجه اللي انت عايزها، بتقول والله يا فلان الفلاني انا عايز اشتغل الحاجه دي، اعرف اعملها لك بمبلغ كذا. طبعا في ناس كمان ممكن تلاقيها داخله معاك، فبتحدد الرقم بكذا دولار مثلا، فهو بيقول لك موافق، وبعدين انت بتخلص الشغلانه وتديها له، فالفلوس بياخد من طبعا انت فلوسك بتبقى بتجي لك وكل حاجه، بس بياخد الموقع 10%. الموقع اللي بعد كده اسمه جورو،
وموقع جورو نفس الفكرة، هو سوق خاص يتيح للشركات العثور على عمال مستقلين للعمل بتكليف، تأسست عام 98 والمقر الرئيسي في أمريكا في بنسلفانيا، وهي تسمح لأصحاب العمل أن يجدوا عمال مستقلين، نفس برضو الحكاية، لإنجاز أعمالهم بمقابل مادي. شوف كم موقع ممكن تشتغل عليه. طيب الحاجة اللي بعد كده، الموقع اللي بعد كده اسمه فايفر، مشهور جدا، موقع عالمي للتجارة الإلكترونية، يقدم مهام وخدمات مقابل 5 دولار، عشان كده جاي من فايف، يعني 5 دولار يعني، ومضاعفاتها، ومنه اشتق اسم الموقع. ويمثل العاملون في مجال الأعمال الحرة الشريحة الرئيسية لمستخدمي الموقع، الذين يقومون بتقديم خدماتهم للعملاء في جميع أنحاء العالم. ويحتوي الموقع حاليا على أكثر من 3 مليون خدمة مقابل 5 دولار أو مضاعفاتها. مشهور طبعا، ويعني الناس كتيرة بتشتغل عليه وموثوق فيهم، كل المواقع دي موثوق فيها. الموقع اللي بعد كده اسمه بيبول بير اور، يعني ممكن نترجمه أشخاص بالساعة. هي عبارة عن شركة مقرها المملكة المتحدة إنجلترا بقى المرة دي، وهي منصة على الإنترنت لإعطاء الشركات إمكانية الوصول إلى الآلاف من الخبراء المهرة العاملين لحسابهم الخاص، بتشتغل تاخد كذا في الساعة، عشان كده اسمه بيبول بير اور. برضو وظائف كتير بتدخل تبص عليها وتشوف وبتختار اللي انت تقدر عليه. الموقع اللي بعد كده اسمه توب توتال، شركة عالمية للعمل عن بعد، توفر منصة عمل مستقلة لربط أصحاب الأعمال بالعاملين المستقلين كمهندسين السوفت وير والمصممين والمستشارين. لكن طبعا اللي أنا عرفته كده إن العمل بها مش سهل للمبتدئين، لأن العامل بها يحتاج إلى سي في قوي. الموقع اللي بعد كده اسمه اي ورك يو، وهي منصة على الإنترنت تتيح للعاملين المستقلين أن يجدوا عملا مناسبا لهم عن بعد، سواء كانت أعمال أو مشروعات. ويقوم أصحاب الأعمال باختيار أفضل العاملين لإنجاز أعمالهم، ويقولون عن أنفسهم: نحن سوف ندير مشروعك من البداية للنهاية، وسوف نوفر لك أفضل العاملين، ونوفر لك المتابعة حتى إكمال مشروعك. الموقع اللي بعد كده اسمه أوديسك وورك، وهي منصة تربط أصحاب الأعمال بالعاملين في مجالات مختلفة من جميع أنحاء العالم، يعني تقريبا الأفكار قريبة من بعض. وهم يقولون عن أنفسهم: على موقعنا ستجد العمال المستقلين لتأدية أي وظيفة في أي وقت بأي ميزانية، فقط تصفح بروفايلز العاملين ثم اختر المفضل لديك وابدأ العمل. برضو موقع تاني اسمه فليبا، وهو عبارة عن سوق لبيع وشراء الأعمال التجارية عبر الانترنت، ومنها التطبيقات والمواقع، يعني ممكن لو عندك موقع تبيعه على فليبا ده. مقرها الرئيسي ميلبورن في استراليا، وتأسست عام 2009، وهو يعني موقع صعب شوية للمبتدئين، يعني عايز حد يعني متمرس. الموقع اللي بعد كده اسمه شاتر ستوك، وشاتر ستوك تأسست عام 2003، وهي شركة أمريكية مقرها الرئيسي نيويورك، وتقوم بتوفير الصور والفيديوهات والموسيقى والتوضيحات، فأنت تقوم بالنشر عليها، ومن يطلب شيئا من إنتاجك تحصل على المال. وفي حالة البيع بتقوم بعمل حساب على شاتر ستوك كونتريبيوتر، وتقوم بعمل حساب على الباي بال، بحيث أنت ممكن تسحب الفلوس لو وصلت 35 دولار. كل لما تحول من الباي بال لرصيدك في الفيزا كارد بيتخصم 5 دولار. يا ريت الصور تكون عالية الجودة وبدون لوجو، وتكون على الأقل 4 ميجا بكسل، ده بالنسبة لشاتر ستوك. الموقع اللي بعد كده اسمه أي خدمة، وهو موقع للعمل الحر، يقوم بعرض الخدمات التي ممكن أن تحصل عليها ابتداء من 5 دولار إلى 25 دولار، وهو يعتمد على شعار اعرض خدماتك الآن أو احصل على ما تريد من المال. ويعمل هذا الموقع على فتح فرصة أمام ذوي المواهب من الشباب العربي، ظهرت كلمة العربي أهو، من خلال عرض خدماتهم أمام الراغبين فيها بمقابل مالي، ويتم خصم 20% من قيمة الخدمة كمصاريف للموقع. طبعا يعتبر كتير، بس أهو موقع عربي أهو موجود، وممكن الناس تسجل عليه اللي مش عارف مثلا إنجليزي أو كده، ويتم تسليم المبلغ المتبقي اللي هم 80% إلى مقدم الخدمة، وذلك بعد 18 يوم من عملية التسليم. والخدمات تتنوع بين الحاجات اللي احنا كنا قلناها كتير، زي مثلا زي ما قلنا في الأول ما كنا بنتكلم على الموقع بتاع أب وورك، لما كنا بنقول تصميم مواقع، تصميم لوجو، تصميم غلاف، فوتوشوب وهكذا. فالموقع ده ممكن إن أنت تشتغل عليه برضو
نفس الحاجات دي، وممكن برضو دعاية وإعلان وتصميم وتأليف. الموقع اللي بعد كده برضو عربي اسمه خمسات. خمسات يقولون عن أنفسهم أنهم أكبر سوق عربي لبيع وشراء الخدمات المصغرة، حاجات عربي أهو، بأسعار تبدأ من 5 دولار، والأعمال تتنوع ما بين التسويق الإلكتروني والبرمجة والتطوير والتدريب عن بعد واستشارات ونصائح وتصميم وتقنية وكتابة وترجمة. الموقع اللي بعد كده برضو عربي اسمه مستقل. الموقع ده نفس الفكرة وأقسامه أعمال وخدمات استشارية وإدارية، برمجة وتطوير، بناء مواقع وتطبيقات، تصميم وأعمال فنية وإبداعية، وتسويق إلكتروني ومبيعات، كتابة وتحرير وترجمة ولغات، وتدريب وتعليم ومساعدة عن بعد. آخر موقع معانا النهاردة اللي هو اسمه كفيل، برضو عربي، وهو نفس الفكرة وفيه أقسام، فيه تشمل الأعمال والبرمجيات والتقنية والصيانة والتسويق الإلكتروني والتصميم والرسوميات والتعليم والتدريب والكتابة والترجمة والاستشارات. طبعا في مواقع تانية كتير للربح، في حاجات اسمها ربح من استطلاع رأي، وفي حاجة اسمها ربح من الاستبيانات، وفي ربح من مشاهدة الفيديوهات، وفي ربح من بيع الدومينات. نتناولها إن شاء الله في وقت آخر عشان ما أطولش عليكم الفيديو. دي يعني كانت فكرة عن موضوع مهم في اليومين اللي احنا قاعدينهم في البيت دول، اللي هم يعني دخلي فيها بيقل، اللي هو موضوع ان احنا نشتغل من البيت ونشوف مواقع ممكن احنا نشتغل فيها بحيث ان احنا نزود دخلنا. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك، ويا رب كده يعني نتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.